بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويجوز نسخ الإنشاء، إنشاء هناك خبر دان النبي حال بكاكا ولو بلفظ القضائي، با إنشائك بلفظ قضائي، بقضائي بمعنى أمر وشي، وقضى ربك معنى أمر ربك، كأمر بمعنى افعل هذا أو أشتبك وايا أن دروس نسخ بتوا باب لفظ قضائي بي. وخالف بعضهم فيه هند قوتي كان أقل إنشائك بلفظ قضائي بقضاء بمعنى بريار دانا حاربك كاكا نابي نسخ بتوا لو لقوله شكاو بعض دري إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير. حاربي قضاء كبري وقضاء ربك مثلا يعني قضاء فلان بوشتك بكاري كقران كاري نيت السري هكا هكا. وشي وقضاء ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى أمر ربك هكا هكا. ذاك معنى تيا معنى اعبدوا ربكم ويلي ديته ووايا يعني أكواب أو درزن أو نوعا إنشاء نسخ بيتوا أو بلفظ الخبر يعني بلفظ الخبر دي خبر بمعنى إنشاء بي شي لا يمسه إلا المطهرون معنى لا تمسوه حارب كاكا دز القرآن مدى ببي دز يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني لي يتربصن حارب أمر بلامية من بعد تاوروام كانوا عدي ببينن او امر وايا يعنى لزاهي كي خبر بس معناها كي امر وانشاء اي يتربصن بانفسهن. وخالف الدقاق في ذلك حرب كاكا دقاق جلد مخالفه كي قلت قال امر بمعنى بلفظ خبر بي حرب نابي نسخ بتو نظرا الى اللفظ او تماشى لفظ كيكا او لبر هذه اخبار نابي نسخ بنوا فأخبار أقول نسخ بو ما نقصي قصي يقدرو درس يوايا أنا أو خبر دان جداي لقال إنشائه لحالي لقصي كم أو قيد بالتأبيد وغيره حرب كاكا يعني أو إنشاء تقيد كرابي بلفظ أبدية وغيره يعني غير لفظ أبدية حرب كاكا كبول أبدية تيدي بقبول نسخ نكاتوا وشي سير يصومو أبدا حتى حتى يبروجي بن أو وايا نا أو أو قيد الشيء قال دابي هل قبول نسخ كنو يكا صومو كفي على أبرك يا يعني قوتي غير تبيد وشي حتما كلمة حتما بوايا نا. وقيل لا قيل شو قوتي نا أوش نابي نسخ بتوا ما دام كلمة تأبيد يقال ذا بلو لمنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم شو نخذ نسخ منافية لقال تأبيد وتحتيم كتو أبدا وحتما لدري وايا يعني إيه قلنا لا نسلم ذلك أو منافاته يأتو درينا يسلمينين ويتبين بو مارون بتو بورود الناسخ وشي ناسخة كهات أن المرادة ما بس بو أبديتي تيا افعلوا الى وجوده منا هر هر ها هر هر او ايشي كان حتى ناسخك دي ابدا كي هدي سماهاتي ابدا بو مؤقتي بكار بي اري والله كما يقال لازم غريمك ابدا كنها لقرز دارك الجدان بيو هتا هتاي هو شي قرز داولي جدا بيو وشو هذي قرز دار نعمين يوايا يعني أي إلى أن يعطي الحق تما فكددت يعني هنجي ليش جدابيوا. وأشار المصنف بلو إلى الخلاف الذي ذكرنا أو مصنفي أو لو مصنف فرموي وتي ويجوز نسخ الإنشاء ولو هتاغاتيرا أو خلاف أنا بو كمل شرحي بو تنبوت إشارة يا مو بو عندي. وكذا وشي مقيدة بتأبيدي كاري سومو أبدا تي أو عبارتاش الصوم واجب مستمر أبدا جملة كجملة شي خبرية وايا أنا مبتدا وخبرة دنيا نسمى الصوم مبتدا واجب خبريتي مستمر خبرة وايا أنا إيه أو جاء لبروي أبدا يقرا دايا
إذا قاله إنشاء أجر أو كابرايا كدري لناحية إنشاء بلي مرادي بي أمر بي كدري أصوا موازمون معناه صوبوا وجوبا مستمرا أبدا أو هي مقصود بي بوي قال إذا قاله إنشاء فإنه يجوز نسخه أوش كبجملة خبر يقول لها مرادي بي إنشاء هكا هكا أوش درست نسخ بيتوا وايا با أبدا إيش يقال دابي خلافا لابن الحاجب في منعه نسخه وتيونا وع الجملة نابي نسخ بتوا دون ما قبله برام أوي بيش أخوي كقولتم من سومو أبدا كلفظ سومو أبدا يا أو دروز بوش كلفظ كي لفظ أمرية وزور لفظ كي لفظ خبرية نابي نسخ بتوا وانيا والفرق أو جاء أو فرقي ابن حاجب كرديتي خبركي لا أثر له الفرق شو أن يتأثيرك فرق كيكو كذي ابن حاجب بأن التأبيد فيما قبله تأبيد لسومو أبدا كبيرش تاقوتمان قيد للفعل قيد فعلك يا منا بعصو مكب أبدي بي وايا يانا أما ليرة دا وفيه لمثال مدى الصوم واجبوني قيد للوجوب قيد وجوبي منا واجبك أبديا لغير الصوم كأبديا لغير واجبك أبديا حربك كا للوجوب والاستمرار ألا لا أثر له تأثيرين ولم يصرع غيره بما قاله غير ابن الحاجب أو قسينك ليكوا أمر بلفظ خبر ببي نسخ جلوس نبي وايا أنا زعما بعلين لا يمسه إلا المطهر لبرين وايا أنا برام أكري بري فرق هي لقال لا يمسه إلا مثبتة لا يمسه منفية ونيك هكا وكأنه واتي أجم ابن حاجب فهم من كلامهم أو قصي كهنايا لأسولياني ورقيتيا واتي قيشتيا تي أنه ليس من محل الخلاف حاربي كاكا كا أو مثال تازي هنايا محل خلاف نيا الصوم واجب مستمر أبدا أو مثال محل خلاف نيا أو لقصي أسولياني واتي قيشتيا دنا صراحة كز أو هاي نقوتيا بس بخوي واعتي قيشتيا يعني فعل أمرك بلفظ خبر شيء أنا بكري حرب مثبت يشبي محل خلافيني وخلافيني يعني أو واعتي قيشتيا وانيا خلاص وتقييد المصنفي له بالإنشاء مصنف إيش كقولتي الصوم واجب مستمر أبدا قيد إيش يقول قولتي إذا قاله إنشاء هو مراده أو مراد ابن الحاجب هاكا كا وي أو هاقول وإن لم يصرح به باع ابن الحازم بصراحة يقول به لو لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك تقولك تيبك يا خوي فرميتي ممنوع خبر نسخ بتوهر لباش إيري أو هاي قوتيا دي على أو مراديتي ونسخ إجاب الإخبار هروها درستا نسخ كدنوي وعزب كدني خبرداني خبردانكش بشيء ككابرايك لسر كسا شي دي واجب كا خبر باش تشيب دا حربي او واجب كدني خبر داني نسخ كاتوا او جا بشيء بإجاب الإخبار بنقيضه بشي نسخ كاتوا عكس كيبري بري نقيضي وي خبري فيبدا او نسخ كاتوا نقيضي خبري فيبدا تماشا مثال يبكى الأخواري كان يجيب الشارع الإخبار بقيام زيد في بين يقول أخبرو خبر يبدان بقيام زيد كزيد قائمة ونكاك ثم ذا بعدم قيامه جواج بري خبر بعدم قيام بدن بري أخبروا بعدم قيام زيدين أولي أخبروا بقيام زيدين جواربي أخبروا بعدم قيام زيدين أو خبر دواي يعنى كان يجب الإخبار بقيام زيدين ثم بعدم قيامه وشي مثال هنا أما كان جيد قبل الإخبار بقيامه استا خبر بقيام زيدين ندرابي شو قال أمريكي إيكم تنفيذ كرا ما دام تنفيذ كرا أمريكي إيكم أو زادوان فرمو أخبروا بعدم قيام الزيدين هو مسألة شي ديكية أمنع بي تنسخ هذا شو قال إيكم تنفيذ كرا أقل إيكم تنفيذ نكرا بو أمري بنقيضي كرا أجه إيش بي يقوت لي نسخ ما دام عملي بي كرا هو قضية شي ديكية تقشت إبرا لو لو درست لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه شو ذكره حال الزيد بقوره جارك قائم بي جارك عدم قائم بي أما
أول لو أشتيك قلتي لجوازي أن يتغيرا حال بقوري أدي فإن كان المخبر بهم مما لا يتغيروا أقل أو أشتيك خبري في أدري قبول تغيرنا أكيد قبول قران كارنا أكيد وشي تيك حدوث العالم وشي حدوث العالم شارع بأخبروا بحدوث العالم برينا عالمي برينا خرشي عالم حادثة واي يعنى لو قزينا قوري عالم هالحادثة ناكري خبر بدري بري أخبروا بعدم حدوث العالم يوضع عالم حادثنا نعوذ بالله واي يعنى قلتي فمنعت المعتزلة ما ذكر فيه معتزلة منع يعني كذيا حارب كاكا لو اشتكوا تغير تدانا بي ما ذكر يعني منع كذيا ما ذكر كي يعني جواز النسخ وتي النسخ دروزنيا لو اشتكوا انا قوري لو لأنه تكليف بالكذب تكليف لا مخلوق تكدروا يشبكا فينزه الباري عنه حارب خواهي قورة فاكا كريتوال لا أمل بدروي لذلك إن الله لا يأمر بالفحشاء وايا قلنا أمش دارين شردنيا أجر خواهي تبارك تعالى أمري بيكد با أمر بدروش بي حاربي كاكا حمود رويك فاحشة بي حمود رويك فاحشة نيا كرابانيا بيجني تنزيه باري بكري لبرتة شو قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح عندك زعر ما بستشي صحيح يا وايا دعواي درويد لي كاكوابو درويد بفاحش دانا عندري ولي حاربوي درويد بفاحش نيت كغرز كي صحيحة باعتبار غرز فلا يكون التكليف به نقصا اذا قال تكليفي كلاب او دروي او نابي تنقص بوخواي تبارك وتعالى ها شو مصلحتي عبدي كيدا علي ودري مثال عن بوبينا علي وقد ذكر الفقهاء اماكن يجب فيها الكذب هندك زي عنقوتينا واجب دروي تدا بكري هيقر فاحش بايا كو فاحش بواجب دا عدري لبواب حرام دا عدرا بايا وابو يانا وشت منها اذا طالبه ظالم بالوديعة كابرايش الظالم بي 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 امانتي كسكر لي بستيني كتابت بامانت لكنا من دانايا ظالمك بي بي كتابة كيتو بي بينا كتابة ملعب ظالم ويبدا ذا بيدز بدرو يعمكم بري ملعب ظالم كتابة لكنا من دانا هنا واجب شبو حفظي امانتك واي يعني هو ايه او بمظلوم خبأه يعني كابرايش مظلوم ظالمك لدوي بو بي كجي يعني لي دا امنج لما ري شاربو ما هو پرام دابو ذا بيدرو يمكم بري مكابرايم هر ندي كي هر نهاية تماري من هذا بو يعني وجب عليه انكاره ذلك بركو وجاز له الحلف عليه بسنة ليش بقرآن بقوا قناحي ناقات دواية كفارتي ادا تقلش لي برا ايه كفارة هذا لا بس معصيتي للسدنية ايه كاكا او تيجي اشتنقو او جاء واذا اكره على الكذب يوقفنا قناع غشيدك اقل اكراه كلا الجبريل اكلا درويبك او كاتش وجبا واخو بلدان ندع درويبك ايبك سقيدك استاتيجي اشتي ما نقصي معتزلان ليرا نقضو هروشا لا نسخ الخبري ها او قوتي امر باخباري ونيا انشاء باب لفظ خبري بي خدي انشاءش او انا نسخي عندي تسري بلام لا نسخ الخبري اي مدلولي معناه خبري نسخنا بيتو مدلولك ونيا مدلولك يا ما يدل على ما يحتمل الصدق والكذب الصدق والكذب ونيا كاكا فلا يجوز وإن كان مما يتغير با خبركش لو جورشتانا بك قران كاري ديت السري وشي قيام زيدي أتو بري قام زيدوني نسخة كما وبلم يقوم زيدوني هو نابي ونكاكا ولو تقبل تغير الشكا لأنه يوهم الكذب أن يوقعه في الوهم ديخات وهم إنسان كشتك درو بإيه الذهني حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه خبري باشتداء زاب نقيضي مش خبر شداء أجابوا يدرز نسك وذلك محال على الله تعالى أو محال على سرخوة تبارك تعالى وقيل في لقوتيتي في المتغير أو قبول قرامك درستا حاربك أو قبول قرامك عربك درستا أو خبر نسخ بيتوا أجا يجوز إن كان عن مستقبل أجل خبرك خبر مستقبل بي لجواز المحب لله
شما حكردني خبر يدرس أبو خواي فيما يقدره لو أشتك داينايا برغم أنسيا ليمحو الله ما شاء خواي قولا ويحزيبك هر يوشيته ويثبته ويحزيبك إثبات يكا للوح المحفوظ الخبر جيك لأشياء ونيك عكا أو خبر محو كما هو خبر شديد لزيدة عني خواي تبارك تعالى إيه وجاء والأخبار هرسي خبر كان يتبعه حرب كعكا خبر اشتابعي محوية ونيك عكا يعني سي أقر خواي تبارك وتعالى محو اشتشيد محو كردوا دبيك خبر بمحو يبدأ خوي خدي محو خبر تابعي محوك يا نخواي تبارك اشتشي محو كردوا دينا بيك خبر يبدأت عبادة امري اشتم محو كردوا واي يعني أو جاء وتي خبر بمعنى مستقبل بخلاف الخبر عن ماضي ولم أقر ماضي بدروزنيا وعلى هذا القول سلو قوليك خبر ماضي دروزنيا نسق بيتو بس خبر مستقبل دروستا والحاصل قام زيد دروزنيا يقوم زيد دروستا أعود وعلى هذا القول البيضاوي إمام البيضاوي لسر أو رأيه ماضي دروزنيا مستقبل دروستا وقيل يجوز عن الماضي أيضا حرب قيل قوتي والله لما هذا الشهر دروستا هر وشي لمستقبل دروستا ما فرق يعني سهر دوك زمان وايه يعني له الجواز أن يقول الله أو مثال ماضي بوديني لبث نوح في قومه ألف سنة فهي تبارك وتعالى حزرة نوح هزار سال لنا قوم خوي ماوا نسقي بكاته وبتسه ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما هزار سال ماوا إلا بنجاي نبي خمسين ألف سنة إلا خمسين عاما نسقي ألف سنة شيء بكلبير زايف الموبي أو زائزة وعلى هذا القول الإمام الرازي والآمدي أو قوليك على الماضي شهر دلستا إمام رازي وآمدي قويتان لكواب لكن إمام رازي وآمدي لماضي ولا مستقبلي لهر دكان دلستا لكن بيضاوي لماضي دلوزني ولا مستقبلي دلستا بحال بكاكا وكأنه واتئ أقام سقط عن مبيضة المصنف لفظة وقيلة بعد يجوز أم واتئ أقام وقيلة كلمة واو قاف يلام وقيلة سقوط كذياب لتسأل كتابك المصنف كتبيضي كذيا حربي كتابه شيء نسرية وولي مسودة يعتاد دواء بيد عدته وبخطش الجوان ترو تصحيح غلط عنك أو مبيضة يعني أخير كيبدا تبردست عالمي وهي يعني هذا لأخير باكنا وكي كلمة وقيلة سقوط كذيا بعد يجوزو هنجين تيدي ديته وقيلة حربك كاكا يجوز وقيل إن كان عن مستقبل هذا بعبارتك أو وقيل الروايات يجمع عبارتك أو هاب ويزمع الجامع برام وقيل فرد رأي تدري زين كبو وقيل يجوز قيل قدر يدرس له خبران وقيل إن كان عن مستقبلين أم نجوتم وقيل عن ماضي خرع صبرها إذا أو وقيل أم نجوتم عن ماضين أوقيل كي إيرب وكي يجوزوا وقيل يجوزوا يعني عن ماضي ومستقبل وإيه يعني لماضي مستقبل وقيل إن كان عن مستقبل المفيد ما قبلها حينئذ لحكايته هنجينك وقيل يجوزوا مفيد لبو أو قوليك بيضاوي إمام رازي وآمدي هريام جادي وأرين لماضي جدا دلستا تيجيشتي إيريان بود بريموها نزول تاكا ويجوز النسخ ببدل أثقل نسخ كردن دلستا بناسخة شكلوي قرستر بي ناسخة كبدلي بي قرستريج بي وقال بعض المعتزلة لا عندما المعتزلة قوتان دلوزنيا لو إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر شو إشيوان مبنائي لسر مصلحة وايا يعني هل مصلحة تدانية لاشتي سوقب ولا عشتي قرست بي قلنا لا نسلم ذلك حاربك كا أوي ناس المينين بعد الرعاية تسليمي بعد تسليم رعاية المصلحة بواب رعاية مصلحة اشتابوا كين حاربك كا وقد وقع كنسخ التخيير بأن صوم بين صوم رمضان والفدية أولي كرمضان واجب كلا عبد كان مخير بون لبيني أوي رمضان بروجي بن يان فدية إبدان ذاك أبلاي طاقتي هبي يا النبي أنا أولي وش رمضان واجب كلا
فرمون بخير بيانسي روجي بروجي بيانسي فيديا يبدأ وعاتي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو لسر أو قراءتي يطيقوني أو عني توانا عن هي بروجي بن أجل بروجي نبون فدية با فدية يبدأ أو قولك لتفسير عن عقال ليبي عند شري يطيقونه همزل بو إزالها من أزالت طاقتهم فدية كفيل مرد وفيل جنن خلوش تفسير شديك يا همزة يطيقوني أطاق يطيق إطاقا بابي إفعالة تقش دي استحالي ببلا كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دعاين بسنا استقبوا فمن شهد منكم الشهر فليصمه كسق من جيش تمانج رمضان باتي دابر رجيبي مزالي فدية نهشتوا أولا سنو تفسيري أوها حربي ليرة چه أثقال ترى تعيين الصومي أثقال تخييرش أخفى تلك أبرا حرية تدستخود عبي باري سوك ترى وان يكاكا ويجوز النسخ بلا بدل هاكاكا نسخ ببي بدل دلستا شد نسخ بيتو بدل شين ندري وقال بعض المعتزلة لا هندقوا معتزلة قولتان دروزنا إذا مصلحة في ذلك شو مصلحتي تيدانيا قلنا لا نسلم ذلك تسانا كمجدرين اوش تامو ناس سلمينين كوا مصلحتي ذي ذانبي لو كابرا كإصراحتي لتكليفي كرشي لسلاتو مرتاح بي مرتاح يوي مصلحته واي عنا لكن لم يقع وفاقا للشافعي دلست عقرا برام واقعنا بوالنا لقرآن لا حديثي امام الشافعي ودفر من رزاق وعيدي وقيل وقع في لقدر بركو واقع وشافعي آقايلين يا كنسق وجوب تقديم الصدقة على منازعة النبي صلى الله عليه وسلم أول قائد الله تعالى فرموه أقل قصة عن ببنهيني أقل بيغنبري كنو لنا وعالم الجودات عن كدوا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة خير شيب كان أزهر بيغنبري جوداب كان وقصة بنهيني أقل كان وعي أنا دعايا كوان السقب دوا أخو أو آتي إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم رزقا دعاء فرموا أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا غير واتعنك الخواهي تبارو تعالى أو عفوك وانا بكاكا أو وجوبك نسخ بوا إذ لا بدل لوجوبه شو بدلي واجبون صدقي كلسر يعني لا تسو هز بدلي ناتيا فرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل أمرك هاته وبيجدا كدليل عام دليل للسلتي فعلك حرام أقل مضر به مباحشة ونكعك أقل منفع به قلنا أما درين لا نسلم أنه لا بدل للوجوب أما هردين وسقسي شافعي أود بنا سلمينين هاربك عكا كبدل وجوب نبي بل بدله الجواز الصادق هنا بالإحباحة والاستحباب بدل شيء هي معنى واجبية كتان لسلاته فرام أقر بالصدقة استحبابي هل معي مباحشي هل معي بدل يوي استحبابي يعني خير تانا قاعد يقر خير شيء بكال واركاكا يا مباحبوتا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.